موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى 23 من ثورة يوليو المجيدة. وأكد رئيس مجلس النواب أن يوم 23 من يوليو من كل عام يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعا، يحتفل فيها الشعب المصري تخليدا لذكرى ثورة يوليو المجيدة. وفي ذات السياق، بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة. وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن ثورة 23 من يوليو المجيدة التي قادها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تمثل نموذجاً وإلهاماً للكثير من شعوب دول العالم، حيث أسفرت عن القضاء على الملكية وإقامة الجمهورية وتحرير أرض مصر من الاستعمار الأجنبي وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى 72 لثورة 23 يوليو المجيدة. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة التاريخية ستظل دائما حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث دفاعا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة. أعربت مصر عن متابعتها بقلق بالغ للعملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية التي تزيد من تصاعد حدة التوتر الحالي على كافة الجبهات. وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل صون أمن واستقرار المنطقة، محذرة مما سبق وأن أشارت إليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر تطورات أزمة قطاع غزة، وبما سيدفع الإقليم بأسره إلى دائرة مفرغة من الصراعات وعدم الاستقرار. كما دعت مصر كافة الأطراف لضبط النفس والتهدئة وتجنب الانزلاق لفوضى إقليمية، مطالبة كافة الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي للاطلاع بمسؤولياتهم من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي. كما أعادت مصر التأكيد على موقفها الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بدون أي عوائق إلى القطاع، وذلك على الضوء أن تلك هي الخطوة الرئيسية والضرورية لاحتواء التوتر والركيزة الأساسية لإقرار التهدئة الشاملة في المنطقة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر بعدد من رجال القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية العسكرية وقيادة القوات البحرية. المزيد في سياق التقرير التالي. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار خطة اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أكد خلالها حرص رجال المنطقة على الارتقاء بالمستوى المهاري والبدني بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية ليكونوا دائما في أعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل إليهم، بالإضافة إلى مشاركتهم في دعم المجتمع المدني وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة. ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لكل من رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، مؤكدا على ضرورة أن يكون رجال القوات المسلحة على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث، وأشار إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مضيفا أن القوات المسلحة
هي درع الشعب المصري الواقي وسيفه ضد كل من تسول له نفسه المساس بقدسية الوطن وسلامة أراضيه، مشددا على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تتوانى عن تقديم الدعم المستمر لجميع وحدات وتشكيلات القوات المسلحة لتكون دائما في أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي. وفي سياق متصل، قام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية داخل القوات البحرية، استمع خلالها لشرح من الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية عن الوحدات البحرية التي انضمت حديثا، والوحدات التي يتم تصنيعها بالإمكانيات الذاتية في الترسانة البحرية وبأياد مصرية، وتعد إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات وقدرات القوات البحرية، وتسهم في تحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط. يستضيف فريق النادي المصري في 5:30 مساء اليوم باستاد برج العرب نظيره فريق نادي المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز. ويلتقي فريق نادي الزد في 9:00 مساء اليوم مع فريق نادي إنبي على استاد بتروسبورت، كما يواجه فريق نادي الزمالك في 9:00 مساء اليوم نظيره نادي الداخلية باستاد السلام.